عارفة عبد الرسول، عندي 70 سنة وناقص على تحقيق أحلامي 2 سنين. خوفي الأكبر يحصل حرب توقف الدنيا. بررت الفنانة عارفة عبد الرسول عدم تعليقها أو نشرها لأي منشور عن الحروب في فلسطين ولبنان وسوريا، مشيرة أنها تحاول التناسي لخوفها من الحرب. كتبت عارفة عبد الرسول عبر حسابها بموقع فيسبوك: عرفني الجمهور من أول عمل ليا، أبواب الخوف، إخراج أحمد خالد. بدأ الناس يقابلوني في المترو وعايزين يتصوروا معايا، قلت بس البلية لعبت. قامت ثورة يناير، اتعطلت كتير ورجعت من الأول، ألف على مكاتب الكاستل، مشهد هنا ومشهد هناك وجمهوري بيكبر. عندي 70 سنة وناقص على تحقيق أحلامي 2 سنين، خايفة أموت قبل ما أحققه. لو مت عادي، قدر الله وما شاء فعل، أنا مش خايفة من الموت. خوفي الأكبر إن يحصل حرب توقف الدنيا، ولذلك عمري ما علق على بوست سياسي عند أصدقائي اللي بيصرخوا ويهللوا يلاقوني مشيرة فيديو لطيف أو بوست ساخر يفتكروا إني مش متعاطفة وناسية. الحقيقة أنا بتناسى. اللهم احفظ مصر عشان خاطر بنتك الغلبانة.